اسمح من رحيم لغة فرنسية سنة تانية إعدادي. في الفقرة إن شاء الله سنرى الانترفيو الاستجواب. لو مو انترفيو كلمة انترفيو ان دو جونغ بوسيبل ان فرونسي. في الفرنسية عندما نتكلم عن جونغ إذن كمان نتكلم عن نوع. إذن لو مو انترفيو ان دو جونغ بوسيبل ان فرونسي. إذن لكلمة استجواب لها نوعين كما نقول في اللغة الفرنسية. المقصود هنا بالنوع هل هي كلمة مذكرة أم كلمة مؤنثة؟ إذا المقصود بهذا التعريف أن كلمة انترفيو في اللغة الفرنسية أنها تأتي مؤنثة كما تأتي مذكرة. لو مو انترفيو ان دو جونغ بوسيبل ان فرونسي فيمينا اي ماسكولان. إذا ممكن أن تأتي مؤنثة كما يمكن أن تأتي مذكرة. إلي دونك كوريكت إنه إذا صحيح دو دير بأن نقول إديكخير وأن نكتب إن انترفيو. أن نكتب كما نقول استجوابة. إذا نكتب كلمة انترفيو مؤنثة. إذا نقول إن انترفيو. إي تو أوتون كوريكت وهي أيضا جد صحيحة كما نقول دو دير أن انترفيو. إذا ممكن أننا نقول إن انترفيو كما يمكن أن نقول أن انترفيو. الفعل هو انترفيوفي. انترفيوفي لو فيرب سي انترفيوفي تنطق في في الاخر. إذا المستجوب الشخص الذي تستجوب نقول عنه لانترفيوفي. المستجوب لانترفيوفي ولكن عنده او اغلف بحال الفعل تماما لانترفيوفي. Pour assurer, il est fondamental de savoir que l'interview vous allez réaliser afin d'adapter les questions. Pour assurer, لكي تؤمن المقصود لكي تحقق. Il est fondamental, إنه أساسي, de savoir, أن تعرف, que l'interview, أي استجواب, vous allez réaliser, أنك ستحقق. Afin d'adapter les questions, حتى تطابق وتكيف وتلائم الأسئلة. حتى تجعل الأسئلة ملائمة لهذا الاستجواب ولهذا اللقاء. لأنك ملي غتسأل فنان مثلا الأسئلة اللي غطرى على فنان مثلا في واحد الاستجواب ليست هي نفسها مثلا اللي غطرها على واحد رئيس دولة أو على وزير أو على شخص خبير في ميدان ما. ليست هي نفس الأسئلة. إذن على المستجوب أن يهيئ ويكيف ويلائم هذه الأسئلة مع هذا اللقاء. لي ديفيرون تيب دانترفيو. أولا عندنا الإكسبير. طبعا كلمة إكسبير تعني خبير. ممكن أن تأتي أدجكتيف نقول عن شخص بأنه إكسبير يعني أنه خبير. وممكن أن يجيك اسم نتكلم عن شخص خبير في حد ذاته إذا نقول عنه إكسبير. النوعية دي الاستجواب تسمى هكذا تسمى إكسبير. On interroge, c'est le verbe interroger, يعني فعل سأل, un spécialiste, يعني أننا نسأل مختصا sur un sujet précis, حول موضوع معين, حول موضوع محدد, précis, في المؤنث نقول précise. On interroge un spécialiste sur un sujet précis, يعني أننا نسأل خبيرا أو مختصا حول موضوع محدد. إذن هذا يسمى إكسبير. ثم هناك لو تيموان. ثم هناك لو تيموان. لو تيموان المقصود به هو الشاهد. كلمة تيموان تعني الشاهد أو الدليل أو الناظر. كي افي اي اونتوندي الذي رأى وسمع. الشخص الذي عايش الحادث عن قرب رأى وسمع. إذن هذا هو الشاهد. إذن نسميه لو تيموان. ومن كلمة تيموني المقصود بها أنك تشهد أو تيمونياج المقصود بها بروف يعني شهادة أو بينة. إذن تسمى تيمونياج. إذن هنا نتحدث عن لو تيموان نتحدث عن الشاهد في هاد الاستجواب. إذن لا بيرسون انتروجي راكونت سو كي لا في أو أنتوندي. إذن الشخص الذي يستجوب راكونت يعني أنه يحكي سالو فيرب راكونتي. Raconte, c'est le verbe
راكونتي يعني أنه يحكي سو كي لا في أو أونتوندي، يحكي ما رآه وما سمعه. عندنا لو فيغ فوار ثم عندنا لو فيغ أونتوندر. هذه المقصود به هو الرأي، لا في، لا في هو الرأي. أون دوموند لا بيرسون سو كي بونس، يعني أننا نطلب من الشخص ما يظنه، نطلب من الشخص أن يقول ما يعتقده وما يظنه وما يفكر فيه. كما نقول أون دوموند لا بيرسون سو كي بونس، يعني أننا نطلب من الشخص أن يقول ما هو رأيه، سو كي بونس ما يفكر فيه وما يعتقده إلى آخره. إذن أون دوموند لا بيرسون سو كي بونس، هذا يسمى لا في، هذا يسمى لا في. ثم هناك لو بورتري، لا بيرسون ريبون à des questions concernant sa vie, son parcours, ses goûts, etc. Et la personne répond à des questions concernant sa vie. Et donc, le شخص يجيب عن أسئلة تهم حياته, son parcours, يعني أنها تهم مساره المهني مثلا, ses goûts, يعني أنها تهم أذواقه. طبعا نطرح أسئلة على هذا الشخص ليتحدث لنا عن نفسه, عن حياته، عن مهنته، عن مساره، ثم عما يحبه وما يكرهه. إذن هذا يسمى البورتخي. طبعا هناك عدة تعريفات لهذه الأقسام، أقسام الاستجواب، لكن جل هذه التعريفات أنها تدور حول ما يلي. نفس الشيء إلي اكزيست كاتر تيب دانتيرفيو، هناك أربعة أنواع من الاستجواب. لانتيرفيو دو فون، كما نتكلم عن استجواب في العمق، l'interview de fond. Elle fait appel à vos connaissances techniques. Elle fait appel à vos connaissances techniques. تماما كما رأينا قبل قليل l'expert. Elle fait appel كما لو نقول بأنه يفعل دعوة. إذا المقصود بأنه يستدعي à vos connaissances techniques، يعني أنه يستدعي معارفك التقنية analytique التحليلية أو سيونتيفيك أو العلمية. المقصود بأنه يطلب مهاراتك في هذه المجالات. Vous pouvez aussi être amené à témoigner dans le détail d'un fait ou d'une actualité. Vous pouvez aussi, يمكنك أيضا être amené، يعني أن تستدعى، à témoigner لكي تشهد dans le détail في تفاصيل، عندنا هنا في تفصيل d'un fait، في تفاصيل فعلين أو حداتين أو دون أكتواليتي أو في حداتين أو خبر. Vous pouvez aussi être amené à témoigner dans le détail d'un fait ou d'une actualité. Amener quelqu'un يعني أنك تأخذ شخصا إلى مكان. Vous pouvez aussi être amené à témoigner dans le détail d'un fait ou d'une actualité. يمكن أن يؤخذ بك à témoigner لتشهد dans le détail في تفصيل d'un fait، d'un fait في تفاصيل حدث أو فعل أو d'une actualité. طبعا نتكلم عن الأكتواليتي كما لو نتكلم عن الأخبار، ولكن هي في الحقيقة الأخبار تعكس أحداث يومية، ولكن الأخبار تعكس أحداث يومية. إذن كما لو نتكلم عن استجواب في أحداث يومية، نتحدث هنا عن شهادات أو إعطاء رأي حول أحداث يومية. Vous pouvez aussi être amené à témoigner dans le détail d'un fait ou d'une actualité. يمكن أن تؤخذ لتدلي بشهادتك حول تفاصيل حدث أو أخبار يومية مثلا تتعلق بأحداث يومية. Ces interviews، هذه الاستجوابات، s'insèrent dans les enquêtes. طبعا نتكلم عن الظرف s'insèrent. انسر كلكو شوز يعني انك تدخل شيئا وسط اشياء اخرى. اذا نتكلم عن لوفر انسري، هنا عندنا لوفر سانسري يعني انها تدخل، سانسير يعني انها تدخل دون دي زونكيت، يعني انها تدخل في تحقيقات، تدخل في تحقيقات دي روبورتاج او في روبورتاجات او دي بورتري، او انك تعطي صوره عن شخص، يعني انك تصف او تعطي صوره حول شخص. إذا نتكلم عن بورتخي أو دي بورتخي. لتهن في انترفيو دو فون، إل في أبيل أ فو كونيسونس تكنيك أناليتيك أو سيونتيفيك، كما لو نتكلم عن ليكسبير. طبعا بعد هذا يمكن أن تستثمر هذه المعلومات
التقنية أو العلمية أو التحليلية في عدة أمور بطرق شتى كما رأينا. إذن عندنا أيضا انترفيو كيستيون ريبونس، انترفيو كيستيون ريبونس. إذن نتكلم عن استجواب سؤال جواب. Elle se présente comme un dialogue، يعني أنه يقدم على شكل حوار. Elle se présente comme un dialogue، يعني أنه يقدم على شكل حوار. La personne interviewée، يعني الشخص المستجوب، a été préalablement، يعني أنه من قبل، présenté، يعني أنه من قبل قدم par le journaliste، يعني أنه قدم من طرف الصحفي. Il peut s'agir d'un chapeau، يمكن أن يتعلق الأمر بشابو. شابو طبعا تكتب بالطريقة أو بالطريقة الأخرى، طبعا شابو تكتب بالطريقة أو بهذه الطريقة، والمقصود بها هو التقديم التي يقوم به الصحفي باش يقدم لنا الشخص المستجوب. ميمكنش من أول لحظة يبدأ يعطي الأسئلة والناس ما عارفاش حولهاش يدور الحوار، شكون هو الشخص المستجوب والمستجوب إلى آخره. إذن طبعا هذا التقديم يسمى له شابو. إذن هنا كما تنشوفوا il se présente comme un dialogue. إذن نتكلم عن l'interview question réponse. إذن أولا يقدم هذا على شكل حوار، ثم la personne interviewée يعني الشخص المستجوب a été préalablement présenté، يعني أنه أولا وقبلا أنه يقدم، يعني أنه يقدم من طرف الصحفي، المقصود بأن الصحفي يقدمه للجمهور. إذن هذا التقديم il peut s'agir d'un chapeau، يمكن أن يتعلق الأمر بشابو، المقصود الكتابة اللي تتكون في الصحافة واللي تتقدم لنا هذا الشخص المستجوب ثم المستجوب مثلا. إذن il peut s'agir d'un chapeau، إذن هذا التقديم يسمى شابو. En presse écrite، إذا نتكلم عن الصحافة المكتوبة، أو دو كيلكو مينوت أون تيليفزيون، أو ببعض الدقائق في التلفازة. إذا في التلفازة لكي نقدم هذا الشخص طبعا لابد من كلمات، لابد من دقائق يتكلم فيها الصحافي حول الشخص المستجوب. ولكن في الصحافة المكتوبة هذه الكلمات، هذه الدقائق التي سيتحدث فيها الصحافي عن المستجوب الشخص الضيف طبعا تترجم في الصحافة المكتوبة على شكل كلمات أو سطور في أول المقال. أموا كيل نوساجيس دان ديريكت، ما لم يكن بتا مباشرا. أموا كيل نوساجيس دان ديريكت، ما لم يتعلق الأمر ببت مباشر. سو تيب دانترفيو، هذا النوع من الاستجواب بتاتر تخافيي، يمكن أن يخدم كما لو نقول، ولكن المقصود به هنا يمكن أن تطرأ عليه أعمال إيغوستخكتوغي ويرتب. هنا عندنا إيغوستخكتوغي، يعني أنه يعاد ترتيبه. ما دام أن هذا الاستجواب ماشي بت مباشر، إذا بعد هذا يتم العمل عليه ثم ترتيبه بطريقة أحسن. كيل ساجيس دو لا بريس إكريت، سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة دو لا راديو أو بالصوت، طبعا نتكلم عن الراديو، أو دو لا تلفزيون أو فيما يخص التلفزة. إذن ما لم يكن هناك بت مباشر، ما لم يكن بتا مباشرا، طبعا إذا كان بت مباشر ما عندك ما تصلح فيه، يعني أنه تيكون وصل للمستمع. أما إذا ما كانش بت مباشر طبعا يمكن تغيير الصوت، تغيير الكتابة، تغيير الفيلم إلى آخره، ثم تضفى عليه بعض البهارات كما لو نقول حتى يبدو أحسن، ما دام أننا لم نبته مباشرة. أما كل مساجز دان ديريكت سو تيب دانترفيو بتاتر ترافايي إيغو ستركتوري كيل ساجيس دو لا بريس إكريت دو لا راديو أو دو لا تلفزيون. إذن هذا انترفيو كيستيون ريبونس. ثم عندنا لونتروتيان، سي باز سون لي ميم كو لانترفيو كيستيون ريبونس، ا لا ديفيرونس كو لي طون دو بارول دو شاكان سون بليز امبورطون. هو نفس لانترفيو كيستيون ريبونس، فقط هنا
الفرق هنا في مدة كلام الصحفي والمستجوب. ثم هناك لو بورتري كما رأينا قبلا، هاد النوع من الاستجواب طبعا يعطي صورة حول شخصية ما ومسارها إلى آخره. لو بورتري on pourrait l'assimiler à un entretien, mais cette fois-ci, c'est de vous que l'on parle en détail avec, en plus, des incursions dans votre univers intérieur d'amis, de collègues, de parents. On pourrait l'assimiler, يمكن أن نشبهه à un entretien. يعني أننا تنشبهه بالاستجواب من نوعية entretien. من نوعية entretien كما رأينا. Mais cette fois-ci, ولكن هذه المرة, c'est de vous que l'on parle. ولكن هذه المرة, فعن كنتحدث. Mais cette fois-ci, c'est de vous que l'on parle en détail. ولكن هذه المرة, فعن كنتحدث بالتفاصيل, كما لو نقول. المقصود بأننا سنتحدث هذه المرة عن المستجوب. المقصود بأننا سنعطي صورة عن هذه الشخصية. Cette fois-ci, c'est de vous que l'on parle en détail. Avec en plus, des incursions. مع مزيد كما نقول من الغارات. Les incursions المقصود بها هما الغارات. Les incursions المقصود بها هي الغارات أو الهجومات. بحال واحد الطيارة تتهجم على واحد المنطقة وتترجع. إذا نتكلم عن les incursions. طبعا هنا المقصود بها بأننا غنهجموا عليك شوية في المجال الخاص بك كشخصي نريد الحديث عنه. Dans votre univers في عالمك أو في كونك كما عندنا هنا. انترفيو دامي استجواب الأصدقاء، المقصود بأننا غنسولو عليك الأصدقاء. دو كوليغ تقريبا نفس الشيء، يعني الزملاء. دو بارون يعني الآباء إلى آخره، يعني كل الأشخاص القريبين منك ربما يستجوبون لتعطى عنك صورة أكبر. لانترفيو اون دي اوسي اونترفي، يسمى أيضا اونترفي، يعني أننا نقول أيضا أونتروفي سي تان تيب دو جورناليزم، هو نوع من الصحافة. إيكخي أو أورال مكتوب أو شفهي. إن أنترفيو كومبخون لي كيستيون دي جورناليست. إن أنترفيو كومبخون لي كيستيون دي جورناليست إي لي ريبونس دوني باغ لا بيرسون أنتروجي. الإستجواب يتضمن أسئلة الصحافي ثم أجوبة الشخص المستجوب. الإستجواب يتضمن أسئلة الصحافي ثم أجوبة الشخص المستجوب. لانترفيو أبورت ديزانفورماسيون غيدي، يعني أن الاستجواب يحمل معلومات موجهة. المقصود بأن الصحفي يطرح أسئلة حول معلومات محددة يريد معرفتها. لا يترك للمستجوب حرية توجه ما في إعطاء معلومات، بل أن الأسئلة تكون موجهة للمستجوب ليعطي معلومات محددة حول موضوع محدد. لورغانيزاسيون تنظيم الاستجواب. الأوغال في الشفهي عندما لا يكون هذا الاستجواب كتابي. إذا في الشفهي سواء في الراديو أو في التلفزة، إن انتروديكسيون تقديم أو مقدمة. أون سو بريزونت كي بارلاكي. أون سو بريزونت كي بارلاكي. أون سو بريزونت كي بارلاكي. يتم تقديم من يتكلم إلى من؟ من يتكلم إلى من؟ يعني خاصنا نعرفوا الصحافي ونعرفوا الشخص اللي غادي تستجوب. اون سالي لانترفيوفي، يعني أننا نحيي المستجوب. اون بريزونت لو سوجي دونت اون فا بارلي، ثم نقدم الموضوع الذي نتحدث عنه. ثم نقدم الموضوع الذي سنتحدث عنه. اون بريزونت لو سوجي دونت اون فا بارلي. لي كيستيون اسي كورت et précise. L'asile تكون قاصرة ومحددة pour que les réponses permettent la prise des notes. حتى تمكن الأجوبة من أخذ نقاط. يعني ملي تكون الأسئلة محددة حتى الأجوبة تكون محددة وبالتالي تمكن من أخذ نقاط. Les questions assez courtes et précises pour que les réponses permettent la prise des notes. عندما نطرح أسئلة محددة فالأجوبة أيضا تكون محددة وبالتالي نستطيع أن نأخذ نقاطا محددة. إذا ثم رميرسيمون ثم تشكر المستجوب. ثم نشكر الشخص المستضاف والمستجوب. الآن نتحدث عن الصحافة المكتوبة.
لا نتحدث عن بث مباشر ولا نتحدث عن استجواب مسجل بكاميرا مثلا. إذن أليكري أن تيتر أن غو كاركتير ثم أن شابو ثم أن شابو لو شابو المقصود به كور تكست بريزونتون ليسونسيال دي زانفورماسيون. إذا نتكلم عن نص صغير يقدم معلومات باغ إكزومبل كمثال كي أنتروج كي كي أنتروج كي من يسأل من المقصود بأننا نقدم فيه من هو الصحفي الذي سيطرح الأسئلة ثم من هو الشخص الذي سيجيب سور كوا ثم عن ماذا سيجيب هذا الشخص. المقصود أننا نتحدث عن الموضوع المقصود أننا نقدم في هذا النص الصغير الموضوع الذي سنتحدث حوله ثم دي كيستيون كورت اي ريبونس لونغ ثم دي كيستيون كورت اي دي ريبونس لونغ. نتحدث هنا عن أسئلة قصيرة ثم عن أجوبة طويلة ثم لا سيناتور دو لا بيرسون انترفيوفي ثم توقيع الشخص المستجوب. كما تلاحظوا في الصورة عندنا سور تيتر كما نتكلم عن فوق العنوان سور تيتر كما نتكلم عن عنوان يسبق العنوان. إذا نتكلم عن ما فوق العنوان إذا سور تيتر ثم اي تيتر ثم عندنا العنوان ثم يكون عندنا عنوان كما نلاحظ أنه ممتد على 4 كولون اي تيتر ثم هناك عنوان 4 كولون كما نرى يمكن أن يمتد فوق 4 أعمدة ثم عندنا شابو هذا الذي نسميه شابو كما نلاحظ بأنه ممتد فوق عمودان دو كولون والممتد كما نلاحظ فوق عمودان ثم عندنا سورس المقصود المصدر ثم عندنا انتر تيتر كما لو نتكلم عن عنوان في الوسط ثم عندنا الانترفيو يعني الاستجواب طبعا فيه دي كيستيون روماغا نوع من الكتابة أسود ثم ريبونس روما ماغا نوع من الكتابة بشكل أرق ثم عندنا لا سيناتور ثم عندنا لا سيناتور. إذا عندنا لا سورس يعني المصدر ثم عندنا انتر تيتر لانترفيو طبعا هناك دي كيستيون يعني أسئلة روما غا. إذا نتكلم عن نوع من الكتابة غالد ثم ريبونس ثم نتكلم عن أجوبة روما ماغا نتكلم عن نوع من الكتابة رقيق ثم لا سيناتور ثم التوقيع. إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.